اللي تبع محمد مرسي العياط ابن ثانية اللي فاكرها ذكية وجاي يحكم مصر علينا بالعافية، الرئيس التخابر الجاسوس، وقعوني من على العربية وقطعوا لي صورة عبد الفتاح السيسي. ليه؟ عشان انا واش عمهم وحرق دمهم، عشان ده طبق صاحب 30/6 اللي ربنا بعتهولنا من عنده. الراجل ده صاحب 30/6 اللي ربنا بعتهولنا، النجدة اللي بعتهولنا ربنا. كنا داخلين على نفق مظلم، نفق اسمه مرسي العياط، نفق مظلم بيع مصر 5 دول، تتقطع الى 5 دول للخرفان المسلمين. وبعدين امبارح بيقول لك، اول امبارح في الخطاب بيقول لك ايه، على فكره قائمه الاغتيال ما جاتش، ورجع قال لك ايه، ما انا محطوط على قائمه الاغتيال. شفت الكذاب؟ في رئيس كذاب كده؟ في واحد ينافق؟ رامو نافق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا نازله النهارده عشان انا وقع عليا الظلم من ضمن اللي اتظلموا. يوم ما وقعت رمسيس بعد فتره رابعه بيومين، نزلت ابن صاحبتي قطر مهندس قد الدنيا، على فكره كان معارض مرسي، بس لما شاف القتل نزل. فنزلت مع صاحبتي رمسيس في رمسيس، اعتقلنا في مسجد اسمه ابو بكر الصديق. قعدنا لحد الساعه 2 بالليل بتحافظ علينا من الناس الاهالي، قالوا لنا خش المسجد عشان البلطجيه بتاع البلاك بوك البلوك بره هيعتقلوكوا. قعدنا حوالي 30 سيده. فجاه الساعه 2 دخلت القوات الداخليه الملثمه، دخلوا مسكوا السلاح. انا كنت في تهجد، قال لي البنات خلوها تسلم نضربها بالنار، وحط لي البندقيه هنا. ما استجبتش، قلت خليه يموتني وانا بصلي وبين ايدي الله. راح ضربني بتفشه تحت البندقيه وقعني من على الكرسي، وقال كله ينام على ظهره، كله ينام على ظهره. راح نايمنا على ظهرنا مش على بطننا، وبيدوس على رجل على بطن البنات بالبياده ويقول لنا افظع كلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثواني، خدونا اسم باب الشعريه، وبعد قعدوا يهددونا يضربونا، قعدنا نصوت ونهتف ضدهم في قلب السجن، والله كانوا مرعوبين مننا. وبعد كده خدونا سجن القناطر تاني يوم، وبعد معسكر السلام دوت خدونا سجن القناطر ولبسونا الجلابيه، لبسونا الجلابيه بتاعت اللي بتشرب مخدرات. والله وربنا شهيد ان في بنت مدمنه تعبت على ايدينا واحنا جوه الحجز في ال 15 يوم دول، تعبت وخرجت. ولما خرجنا لا كانت سجاير ولا حشيش ولا حاجه، السجن مليان حشيش يا جماعه، النسوان هناك بتدخن الحشيش في السجن، اقسم برب العزه النسوان بتدخن حشيش في السجن.